بسم الله الرحمن الرحيم. إذا كان عندك أي شك بأن جينيسيس ممكن تسحب البساط من السيارات الألمانية والبريطانية وتتفوق على السيارات اليابانية وخصوصا الموديلات الفخمة، أعطي نفسك فرصة. وإذا جيب جينيسيس الفخم ما ناسبك لأي سبب، فالجيل الجديد من جي 8 يمثل بداية سيطرة الكوريين على سوق السيارات الفخمة عالميا، ويظهر أن جينيسيس تخطط للاستحواذ على هذا السوق الصعب من بداية 2020. وفي هذا الفيديو بنستعرض مواصفات وتفاصيل الجيل الجديد من جينيسيس جي 80. لا تنسى المشاركة والتعليقات ومشاركة الفيديو إذا أعجبك. نبدأ على بركة الله. جي 80 تملك التصميم الرسمي الجديد من جينيسيس المسمى Athletic Elegance أو الأناقة الرياضية على جميع أنحاء السيارة، وهو تصميم مستوحى من علامة جينيسيس المكونة من الدرع في المنتصف والجناحين بالشكل البارز، وتمت ترجمة هذا التصميم بالظهور على شكل خطوط متوازية على امتداد السيارة يكسبها المظهر المناسب بسيارة فخمة من الجيل الجديد. واجهة جينيسيس جي 80 تملك شبك خارجي كبير بفتحات تهوية معينة الشكل واسعة لأفضل ديناميكية للهواء. الشبك الممتد من أعلى الواجهة يخترق الصدام السفلي، يكسب الجي 80 شكل هجومي رياضي. توجد 4 مصابيح أمامية بتصميم نحيف وحاد بإضاءة كاملة LED منخفضة وعالية، بالإضافة إلى شرائح LED نهارية بشكل متناظر. أسفل الواجهة يملك شبك عرضي بنفس التصميم العلوي، يساعد على انسيابية الهواء ويعطي امتداد للشكل الهجومي للجينيسيس. أخيرا وجود علامة جينيسيس في مقدمة الواجهة في الأعلى. جانب السيارة عبارة عن تصميم كامل من طبقة واحدة من الأمام إلى الخلف، مع وجود إضاءة ثنائية متوازية على كل جانب خلف الكفرات الأمامية تمثل امتداد للأجنحة في شعار جينيسيس. ويوجد خط وحيد منحني مجوف يفصل القسم العلوي عن السفلي، يوازي هذا الخط الكروم في الأسفل بشكل منحني معاكس. وجميع هذه المكونات بالإضافة إلى السقف المنخفض على هيئة الكوبيه الرياضي والجنوط بحجم 20 بوصة بالتصميم الجذاب، تمنح الجي 80 مزيج من الكلاسيك والطابع الرياضي. من الخلف تملك مصابيح LED في هيئة شرائح مقسومة على صفين بشكل متوازي، يفصل بينهم اسم جينيسيس في المنتصف. القزاز الخلفي بتصميم مربع متوسط الحجم يرتبط بالشنطة الخلفية بشكل انسيابي، وينتهي بجناح سبويلر يساعد على انسيابية الهواء. خط الكروم المتواجد مباشرة أسفل الجناح يملك الكاميرا الخلفية بالإضافة إلى زر فتح الشنطة الخلفية، عواكس الإضاءات الخلفية وإضاءات الريوس، وأخيرا مخارج العوادم اللي تتوفر بنفس تصميم الشبك الأمامي خماسية الأطراف يرتبطون جميعهم بالصدام السفلي. يجدر بالذكر أن جينيسيس جي 80 تملك طول 5 أمتار وعرض 2 متر وارتفاع عن الأرض يبلغ 1.5 متر. جينيسيس جي 80 من الداخل عبارة عن خليط الكلاسيك والعصري والتكنولوجيا، ومليئة بالتصاميم المتوازية والمتناظرة حتى في أصغر الأشياء. المقاعد ومعظم الأجزاء الداخلية مصنوعة من الجلد وبحشوة معززة من القطن، مع وجود خاصية تدفئة وتبريد المقاعد. اللوحة الأمامية تظهر بتصميم كلاسيكي خالي من الزوائد، مكونة من الجلد وخشب عالي الجودة. والشاشة الرئيسية بحجم 14.5 بوصة متوافقة مع أبل وأندرويد، مع نفس الميزة الرائعة الموجودة في جي في 80، وهي تحديث النظام والخرائط بشكل دوري تلقائيا عن طريق خاصية Over the Air أو البث الإذاعي من الشركة مباشرة بدون أشرطة أو قطع ودون تدخل منك. الشاشة تعمل باللمس أو عن طريق أداة التحكم الدائرية في اللوحة السفلية بين السائق والراكب الأمامي. جميع مخارج التكييف أصبحت بشكل عرضي نحيف متوازي أسفل الشاشة على امتداد اللوحة الأمامية، وتمتلك اللوحة في المنتصف الأزرار الخاصة بنظام الملاحة والراديو والمسجل وزر التحكم بالصوت وغيره، وتنتهي بأدوات التحكم بالتكييف سواء كانت باللمس عن طريق شاشة LCD أو الأزرار المحيطة فيها. اللوحة في الأسفل تملك تصميم عالي الجودة من الخشب والجلد، تتضمن أزرار التحكم بالشاشة والصوت بالإضافة إلى لوحة الكتابة الدائرية وناقل السرعة الدائري بالتصميم المميز الزجاجي. بالإمكان شحن الجوال لاسلكيا، ويوجد مخرجين USB للشحن أو الربط بالشاشة. أما عن شاشة عداد السرعة فهي من نوع LCD بحجم
بحجم 12.3 بوصة تعرض جميع المعلومات الرئيسية للسيارة، ويتغير تصميمها حسب نمط القيادة المستخدم. المقود في هذا الجيل متغير تماما عن الجيل السابق بشكل أجمل وصناعة من الجلد بخياطة داخلية، ويحتوي أزرار للتحكم في الطبلون والشاشة الرئيسية بشكل مباشر. ركاب الصف الثاني في الجيل الجديد من جنس الجي 8 بإمكانهم الاستمتاع بنظام ترفيهي متكامل من خلال شاشات لكل راكب تعمل باللمس، بإمكانية تشغيل مختلف الوسائط بشكل منفصل أو دمج المشاهدة بين كل الشاشات. تتوفر لوحة التحكم في المنتصف لاستخدام أسرع وأسهل للشاشة وأنظمة الصوت، بالإضافة إلى إمكانية بسط المقاعد الخلفية بزاوية 45 درجة لراحة وترفيه أكبر. أيضا توجد أدوات التحكم بالتكييف في الخلف بتوفر مخرجين للهواء مرتبطة باللوحة السفلية بين السائق والراكب الأمامي، وتوجد عوازل عن الإضاءة الخارجية منزلقة يدوية على القزازات الخلفية الجانبية. جينيسيس أبدعت في هذا الموديل من جي 8 بإضافة مميزات مختلفة على جميع تفاصيل السيارة. يوجد نظام صوتي ضخم من 18 سماعة محيطية يوفر عزل للصوت داخل المقصورة، ويستخدم نفس التقنية الموجودة في سماعات الأذن بتوليد موجات صوتية بعد التعرف على المحيط المزعج حول السيارة. ولزيادة الراحة والهدوء في الداخل، الزجاج في جي 8 مصنوع من طبقتين سميكة لتوفير أكبر قدر من العزل في المقصورة الداخلية. بالإمكان التحكم في كل جزء للمقاعد الأمامية بشكل منفصل ليناسب الجسم، وهذا الأمر مهم وخصوصا للسائق. والأبواب تحتوي على ميزة الشفط للغلق والفتح بكل هدوء. أيضا توجد إضاءات للداخلية بعدة ألوان يمكن تغييرها من الشاشة الرئيسية، ويوجد سقف بانورامي كامل لركاب الصف الأول والثاني. ومن المزايا المهمة داخل المقصورة هو توفر نظام خاص بتنقية الهواء، وعند عمله يقوم بتغيير مسار الهواء عبر مضخات خاصة للتعقيم وإعادة التدوير عبر الفلاتر الهوائية للحصول على أفضل نقاء ممكن للهواء داخل السيارة. الجيل الجديد من جي 8 يتوفر بثلاث أنواع من المحركات. الأول ماكينة 2.5 لتر توربو 4 سلندر بقوة 300 حصان. الثاني ماكينة 3.5 لتر توربو 6 سلندر بقوة 375 حصان. أما الفئة الثالثة فهي ماكينة 2.2 لتر ديزل 4 سلندر بقوة 207 حصان. وتجدر الإشارة أن ماكينة 8 سلندر بحجم 5 لتر والموجودة في الجيل السابق تمت إزالتها من موديل 2021، بالإضافة إلى ماكينة الستة سلندر بحجم 3.8 لتر. الجي 8 سيارة دفع خلفي بشكل أساسي لجميع الفئات، مع إمكانية اختيار الدفع الرباعي عند الشراء. جينيسيس جي 8 تملك العديد من نظم السلامة، منها الالتزام بالمسار، النقطة العمياء، وتفادي الاصطدام، والكبح التلقائي، ونظام محاكاة القيادة الذكي، وهو نظام يتعرف على أسلوب القيادة الخاص بالسائق ويقوم بجمع المعلومات يوم بعد يوم حتى يمكن السيارة من القيادة الذاتية بنفس الأسلوب وخصوصا على الطرق السريعة. الجيل الجديد من جنس الجي 8 حاليا متوفر بكوريا الجنوبية، وسيتم إصداره لبقية العالم في فترة ما بعد الصيف لهذا العام. في نهاية المراجعة شاركنا رأيك عن التصميم الجديد للجي 8 بالتصويت أعلى الشاشة، وهل فعلا السيارات الكورية بدأت تستحوذ على السوق أو ما زال لليابانيين والألمان كلمة؟ شاركنا رأيك في التعليقات.